ماذا تعلمون عن التقويم العبري؟ وما هي نقاط التشابه والاختلاف بينه وبين التقويم الإسلامي؟ يستخدم التقويم العبري منذ أكثر من 2000 عام لتحديد التواريخ والأعياد وفقاً للديانة اليهودية. حسب التقليد اليهودي، يبدأ تعداد التقويم العبري في نهاية الخليقة، ويعد السنوات منذ ذلك الحين وفقاً للأحداث المذكورة في الكتاب المقدس. يقوم التقويم العبري على 12 شهراً قمرياً مثل التقويم الإسلامي، ويعني ذلك أن السنة العبرية أيضاً تضم عادةً 354 يوماً، وتضمن الأشهر العبرية 29 أو 30 يوماً. ومن الجدير بالذكر أنه في الماضي البعيد كان التقويم العبري يتأسس على مشاهدة الهلال والشهادة في محكمة شرعية مثل ما هو عليه في الإسلام، ولكن في أيامنا هذه يتأسس التقويم العبري على الحسبان الفلكي فقط. فالأعياد اليهودية تلعب دوراً مزدوجاً، وهي تحيي ذكرى أحداث تاريخية من ناحية، وتحتفل بالمواسم الزراعية من الأخرى. وعلى سبيل المثال، عيد الفصح يحيي ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر، ويسمى أيضاً بعيد الربيع، وعيد نزول التوراة شافوات سمي أيضاً بعيد الحصاد. يعتبر موسم الخريف رأس السنة، كونه يمثل استكمالاً للدورة الزراعية، ولهذا السبب نحتفل بعيد رأس السنة العبرية خلال تلك الفترة بالتحديد. أما بالنسبة لأسماء الأشهر العبرية، فتم اقتباس بعضها من اللغة البابلية، مثل ما حدث مع أسماء الأشهر الميلادية في اللغة العربية. ولكم الأسماء: تشغي، خشفان، كيسلف، تفت، شفات، أدار، نيسان، إيار، سيفان، تموز، آب، إلول. وفي بطاقات الهوية الإسرائيلية يتم ذكر تاريخي الولادة الميلادي والعبري. وعلى سبيل المثال، أنا ولدت في 27 من يناير والثاني 22 في شفات، وأحتفل بعيد ميلادي في كلاهما. من المثير للاهتمام أنه في إسرائيل يجوز كتابة التاريخ العبري على الشيكات البنكية، وحتى الانتخاب والحصول على رخصة السياقة وفقاً للتاريخ العبري وليس فقط الميلادي. سواء كانت السنة ميلادية، هجرية أو عبرية، نتمنى سنة خير وبركة على الجميع.